فنانات أنجبن بعد سن الأربعين، نجمات كثر حققن حلم الأمومة بعد سن الأربعون وفي ذروة النجاح الفني سواء الغنائي أو التمثيلي. نعرض لك أبرز الفنانات العربية والأجنبية أجنبن في سن متقدم. هالة صدقي في عمر 47 رزقت الفنانة هالة صدقي يوسف ومريم من طليقها المحامي سامح سامي زكريا، مشيرة إلى أنها تفاجأت بحملها ولم تكن تتوقعه. أصالة نصر المطربة السورية أصالة نصري من أشهر فنانات الوطن العربي التي أنجبت بعد سن الأربعين ورزقت بتوأم علي وآدم من طلقها المخرج المصري طارق العريان. رغم أن لديها ابنة هاشم وهي تكبرهم بسنوات، إلا أنها خاضت تجربة الأمومة في عمر متقدم. نيكول سابا المطربة والممثلة اللبنانية نيكول سابا أنجبت هي الأخرى بعد سن الأربعين ابنتها الوحيدة نيكول في عام 2013، وذلك بعد عامين من زواجها من الممثل يوسف الخل. وتتعمد نيكول عدم إظهار وجه طفلتها للإعلام أو منصات للتواصل الاجتماعي.